بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات. لا اخشى التهديد، فلقته الدت سنة 66,900 عندما ارسل الي المشير بعض رجال مخابراته في مسكني، وجلسوا معي بعد العشاء وقالوا لي اننا من طرف فلان وهو يقول لك بالرم اخطب الجمعه عن اباحه دم سيد قط وان دمه مباح ودمه حلال. حلال حلال يا مفترون بالرم. قلت انا لا اعرف الرم الا من واحد هو الذي يقول قل ان الامر كله لله. فاستعمل معي اسلوب التهديد، انك ستدفع الثمن. قلت وما الثمن؟ قال انت تعلمه. قلت مرحبا بالثمن اذا كان نجاة من عذاب النار يوم القيامة. وخطفت الجمعة يومها وصدرتها بقول الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اقول هذا الكلام في وقت كان اصحاب الحمائم الكبرى يخطبون في المحافظات ويفسرون للشعب المسكين قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. قلت سبحان الله، سيد قطب يحارب الله ورسوله، الرجل الذي فسر القرآن من ألفه إلى يائه يحارب الله ورسوله. ومات أصحاب العمائم ومات أسيادهم معهم والجميع الآن بين يدي الله، بين يدي الله. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي في سبيل رضا الله؟ ودفعت السماء ودخلت السجن حولين كاملين من أجل الامتناع عن فتوى نعم، لأنها فتوى ستجعل جسدي جسرا إلى جهنم. الفتوى أمانة، الفتوى أمانة، ونحن جميعا تحت أطباق التراب كمصير، والبقاء للحاكم العادل وحده. واسألوا وكيل المخابرات الأسبق عن المرض الذي يشكوه. اللهم لا شماتة وإنما هي عبرة لمن يخشى، فاعتبروا يا أولو أبصار. فالليل مع ما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مع ما طال فلا بد من دخول القبر. يا رب يا أنا لا أملك إلا أنت، أسألك وأنا واقف الآن بين يديك أن من أرادني بسوء ليطفئ النور في هذه المنطقة أجعلك في نحره، أجعلك في نحره، اجعل تدميره في تفكيره واجعل كيده في نحره. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم
السيد الذي كان يحقق معي في 21 مايو، هددني قائلا باللفظ الواحد: مشي كويس احسن لك. فقلت له: وما معنى المشي الكويس؟ لا اله الا الله، مشي كويس احسن لك، حرامي، مهرب مخدرات، يطلع لي بدل 50,000 جنيه اكلها في بطني اكلا، ما معنى مشي كويس احسن لك؟ فقلت له: وماذا تستطيع ان تفعل اذا ما مشيتش كويس؟ فقال: احيلك الى المعاش. وطلعت الاخبار بالامس بانه هو الذي احيل على المعاش. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.